بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالاً لبارت 2 في شابتر 4 اللي هو الميكانيكال بروبرتيز اوف سويل من كورس السويل ستابلايزيشن، هنكمل إزاي نحسب الإفكتيف ستريسز، بس لما يبقى عندي سيبج أو عندي تسرب للمياه خلال فراغات السويل. هناخد حالتين. الحالة الأولانية زي ما انت شايف عندي هنا في فرق منسوب في المية من الدخول والخروج H، فهنا نتيجة الفرق ده فهيحصل سريان للمية، بس السريان دوت هيبقى من أعلى السويل لأسفل السويل، هيمشي المية بالشكل ده. المرة اللي فاتت كان المستوى واحد فما كانش فيه أي سريان لمين؟ للمية. طيب الحالة ديت إزاي أحسب الستريسز بتاعت السويل؟ إحنا قلنا فيه تلات أنواع من الستريسز اللي هي التوتال ستريسز والبور ووتر بريشر والإفكتيف ستريسز. فإحنا لو خدنا عند المستوى اللي تحت خالص هنا أو عند أي نقطة سويل هنا، عايز أعرف الستريسز التلاتة أو تلات أنواع من الستريسز عند النقطة ديت، لما عاوز احسب اول حاجه التوتال ستريسز فبنقول دي اللي هي الاحمال اللي جايه من فوق لتحت كلها. تلاحظ ايه هي الاحمال ديت؟ هتلاقي ال L في الجاما ساتوريتد ده بتاع السويل زائد H في جاما ووتر، H في جاما ووتر بتاعه الميه اللي فوق. خلي بالك ما حصلش فيه تغيير كتير عن الحاله اللي فاتت اللي هي ما فيهاش سريان، لكن الاختلاف كله هيجي لي عند اليو او البور ووتر بريشر. البور ووتر بريشر عشان نحسبه ازاي؟ انا عايز احسب عند النقطه ديت، فبشوف الميه اللي هي العاليه عندي ارتفاعها قد ايه، هلاقيها عباره عن اتش وال، فبقت ال واتش في جاما ووتر، ده نتيجه ارتفاع الميه العادي. لكن نتيجه التسرب او سريان الميه من فوق لتحت هنا اهوت، خلي بالك ان اليو بتاعتي بيبقى ارتفاعها او الاتجاه بتاعها قلنا من تحت لفوق، فاما يجي لي الارتفاع اتش دي والميه ماشيه كده يبقى لازم اطرح ماينس اتش في مين؟ في جاما ووتر، طالما عندي السريان جاي من فوق لاعلى يبقى انا اقدر اجيب اليو بتاعتي اللي هو المثلث اللي قدامك دوت عباره عن مين؟ ال زائد اتش ناقص اتش في مين؟ في جاما ووتر. طبعا السيجما داش ما هي الا سيجما ماينس يو، سيجما ماينس يو انت عندك ادي السيجما وادي اليو، لو طرحت ده ناقص دوت خلي بالك ان الاتش هنا بالماينس لما تبقى ماينس ماينس هتبقى بوزيتيف. بعد ما نخلصها هنلاقي ان سيجما داش بتساوي مين؟ ال في جاما سبميرجد زائد اتش في جاما ووتر، اهي ال في جاما سبميرجد زائد اتش في مين؟ في جاما ووتر. السؤال بقى لو انا عايز احسب الاستريسز عند اي نقطه جوه السويل هنا ولتكن عند مستوى AA اللي هو على ارتفاع زد، احسب الاستريسز ازاي؟ الاستريس السيجما اللي هو العادي خالص اللي هو التوتال استريسز زد في جاما ساتوريتد زائد اتش في جاما ووتر زائد اتش في جاما ووتر. طيب لحد هنا مفيش مشكله، احنا عايزين نحسب بقى البور ووتر بريشر. البور ووتر بريشر هنا هو، احنا عندنا البور ووتر بريشر هنا هو اللي هو بالنيجاتيف مفروض، كويس؟ البور ووتر بريشر نتيجة السريان عبارة عن اتش في جاما ووتر وقلنا بالنيجاتيف، كويس؟ لو عايز اجيبه هنا اجيبه ازاي؟ بص للمثلث الصغير دوت، هنا الضغط كام؟ اتش بس على الارتفاع اللي هو ال كله، كويس؟ انا عايز عند ارتفاع مين؟ زد، فلو عايز اقول اللوسز في الهيد الدبس زد هنلاقي زد على ال في مين؟ في اتش. لكن الاي بتاعتي معروفه ان انت لو جبت الاتش على ال هتديني الاي اللي هي الهيدروليك جريديان، يبقى ممكن اقول ان اللوسز عباره عن مين؟ اي في مين؟ في زد. يبقى الحته ديت اللي انت عايز تحسبها عباره عن مين؟ اللي هي زد على ال في اتش في جاما ووتر، هي في الاخر اي في مين؟ في زد. طب ما خلاص لو انت عايز تجيب بقى الافكتيف ستريسز هو عباره عن الحته ديت زائد الحته دي، الحته دي اللي هي بتساوي ايه؟ ال في جاما، لا مش ال، انت عندك ارتفاع زد يبقى زد في مين؟ في جاما سبميرجد، والحته دي اللي هي مين؟ ها؟ اللي هي عباره عن الاي في زد في جاما ووتر، يعني اي في زد في جاما مين؟ ووتر، يبقى اقدر اطلع السيجما داش في الحاله الاولى اللي هو سريان الميه من اعلى الى اسفل. الحاله الثانيه لو حصل سريان الميه من
اسفل لاعلى، ودي بتبقى حاله كريتيكال شويه، عشان ممكن الميه وهي ماشيه من اسفل الى اعلى ممكن تعمل فوران للسويل. لكن هنشتغل شغلنا عادي جدا جدا. انت عايز تجيب مين؟ عايز تجيب التوتال ستريسز عند المستوى بي، يبقى ال في جاما ساتوريتد زائد اتش في جاما ووتر. كويس. طيب عايز اجيب اليو، طيب اليو عادي برضك ال زائد اتش اتفقنا عليها اللي هي الارتفاع الميه العادي. لكن في مشكله ان انت عندك اليو جاي كده والميه كمان هتمشي كده، فهيجي معاها مين؟ ضاغط نتيجه سريان الميه قيمته اتش في جاما ووتر. يعني ما تلاقي هنا تلاقي ال زائد اتش في جاما ووتر، هو ده مين؟ البور ووتر بريشر بتاعي اللي هو المثلث اللي انت شايفه كده. طب لو عايز احسب بقى الافكتيف هتقول لي سيجما ناقص مين؟ ناقص اليو. سيجما ناقص اليو اللي هي سيجما داش بتساوي ال في جاما سبميرجد، اهي ال في جاما سبميرجد، بس هنا هتبقى ناقص اتش في مين؟ في جاما ووتر اللي هي القيمه اللي هنا، يبقى هو ده الافكتيف ستريس. خلي بالك ده كله برضك عند المستوى بي، لكن انا عايز احسب عند اي نقطه، اي نقطه هنا في السويل في الشكل هنا اهوت، فهنقول على ارتفاع مين؟ زد. زي ما اتفقنا في المره اللي فاتت هنقول السيجما بتساوي زد في جاما ساتوريتد زائد اتش في جاما مين؟ ووتر. ده السيجما. واللوسز زي ما عملنا المره اللي فاتت برضك هنعمل النسبه والتناسب، ان الزد بتاعتك على ال بتساوي مين؟ بتساوي الحته اللي انت عايزها ديت على مين؟ على الاتش اللي هنا، فبقت مين برضك؟ زد على ال. طبعا ناقص ليه؟ عشان هي اصلا، عشان هي اصلا في الافكتيف ستريسز بتطلع ناقص اتش، فعشان كده قلنا ناقص الكلام ده في جاما مين؟ ووتر. طيب يعني انا جبت اللوسز برضك عباره عن مين؟ اي في مين؟ في زد. خلاص يبقى اليو بتساوي زد زائد اتش في جاما ووتر زائد اي في زد في جاما ووتر، يبقى السيجما داش بتساوي مين؟ زد في جاما سبميرجد ناقص اي في زد في جاما ووتر. يبقى انا قدرت اجيب التوتال ستريسز والبور ووتر بريشر والافكتيف ستريسز في الحالات المختلفه للسويل. شكرا.